سميتني نور حسني، فنانة ومصممة وإعلامية. كان درست الإعلام في دولة الإمارات طبعا، تخرجت الدبلوم الأول ديالي تما في الإمارات، ودابا باقي كان درس العام الثاني. هي حبيت نغني هاي الأغنية لأنها عجباني، بغيت نجرب الصوت ديالي، أغنية عراقية. الأغنية ديالي هي أغنية لحن تركي، وحبيت أنا يكون عراقي وحبيت نغنيها لأن ما مغنياش والناس بقات كتهضر علاش يعني غنيتي أنت ممثلة مصممة شنو جابك الأغاني. بس صراحة الفنان لازم يجرب أي حاجة لأنه فنان. بجوج، لأنهم هما بجوج فن، تمثيل فن وتصاميم فن. نعم، عندي أفلام إماراتية درتها في دبي، وإن شاء الله بغيت ندخل المغرب، ندير الأعمال اللي تكون في المغرب. هو كاين عروض عندي إن شاء الله، بس ورا رمضان والعرض اللي درناه واحد البرنامج مع المخرج طبعا سعيد خلاف، كان ديال الصدمة، برنامج زوين غادي يدوز إن شاء الله في رمضان. الدور ديالي كان قوي بزاف. الدور ديالي كانت واحد المرأة اللي بني أنا كان نعد براجلي، كان ناخذ له الوليدات، أني أنا كان حرمه من وليداته، ما بغيت يعني الولاد دياله ما بغيتهمش يبقوا معاه لأن أنا طلقت منه، وكان واحد الرجل مهمل جدا، وأني أنا كان دافع على وليداتي وكان دافع على ولادي وحق ولادي، وما بغيتهمش يمشيوا مع باباهم، حرمهم من باباهم. بجوج، ما قدرش نقول لك بجوج، المغرب ودبي. الحاجة اللي مميزة في المغرب إنها هي بلادي، الوطن ديالي. المغرب جميل، كرتاح فيه بزاف، كيعجبني بزاف. حتى بني أنا كمغربية، مرأة مغربية، باغا ندير شي حاجة في الوطن ديالي، وباغا نجلس في الوطن ديالي. أنا ما كنتش كنجي للمغرب بزاف، بس دابا ما شاء الله تعرفت على بزاف الناس هنا في المغرب، على ممثلين فنانين. طبعا كان عندي واحد البرنامج، في دبي سميتو برنامج نور للمشاهير، كنضيف الحلقة محمد خيي، وكانوا عدد من الممثلين. أكيد محمد خيي، ماشي قبل السبب إنه كان كيعجبني، إنه عنده واحد الشخصية، واحد الكاريزما جدا قوية، كيعجبني بزاف. عنده واحد الطاقة، واحد الفن، يعني كيمثل من قلبه. نعم، دايرة عبايات خليجية، طبعا العرض ديالي غادي يكون في دبي ماشي في المغرب، وان شاء الله كنفكر بني انا ندير شي حاجة في المغرب، شي عرض في المغرب ان شاء الله قريبا جدا. كنشكر المتابعين، وكنشكر الجمهور المغربي خارج الوطن وداخل الوطن، وكنقول لكم شكرا، وطبعا كنشكر اصحاب البرنامج، وكنقول لهم شكرا، وكنتشكر بلادي، وكنقول لكم شكرا بزاف.